الأخت أسماء، طمنيني عن أبطالنا الممرضين والممرضات في خط دفاعنا الأول. هذا أقل ما يمكن تقديمه للإمارات. أقسمنا أن نكون دوما من وسائل رحمة الله، سنظل أوفياء للقسم النبيل. قيادتنا الرشيدة جعلتنا من أرقى شعوب العالم. اليوم آن الأوان أن نرد بعض من هذا الجميل. الحمد لله، بس شدوا حيلكم، نحن وياكم واطمئنوا.